يعني دلوقتي بعض الفرق بتستنى مين اللي هيبقى يطلع اعاره من النادي الاهلي من قطاع الناشئين عشان تبدا تتعاقد معاهم، وده على مستوى الدوري الممتاز يعني. وده اللي بيحصل يعني. ممكن انا فاكر كان فتره كده كابتن مؤمن سليمان نادي الزمالك وكان ماسك سموحه او كان ماسك فرقه، في برنامج قال اي حد هيجي من النادي الاهلي على طول هاخده، عنده الانتماء وعنده الروح وعنده الاداء المميز وعنده فدي فعلا صفه النادي الاهلي طول عمره. فاعتقد ان قطاعات الناشئين دلوقتي وكل سنه بيحصل فيها تطور، كل يعني في سنه من السنين كابتن هاني كان جاي نائب مدير القطاع فني، والراجل ما شاء الله يعني لعب على مستوى عالمي ومستوى دولي والمانيا واحتراف، ففاد الفتره اللي قاعد فيها فاد القطاع كويس جدا. الكابتن فتحي خبرات ومسك مع الكابتن جوهري كاس عالم، برضو في الكابتن خالد بيبو، يعني قصدي اقول القطاع شغاله فيه، بس هي الفكره زي ما قلنا اللي يختار ويطلع للفريق الاول. فانا مبسوط جدا ان بصراحه يعني ان الراجل ده اختار اللعيبه وبدا يديهم فرص. دلوقتي في انديه في الدوري الممتاز بدات عينيها على الولاد الصغيرين دول، يعني عايزين ياخدوهم دلوقتي، فدي حاجه طبعا يعني بجد يشكر عليها النادي الاهلي بجد يعني.